إذا الأخوة، السلام عليكم. في هذا الفيديو الجديد والحصري والذي سأقدم لكم فيه إن شاء الله طريقة الحصول على ADP بصلاحية الأدمن. وكما شفت في العنوان في هذا الفيديو، هذه خاص بالناس اللي باغيين زعما يديروا إنشاء الـ RDP والحصول عليه مجانا وبصلاحية الأدمن، يعني وبمميزات رهيبة جدا. إذا ندخلوا للشرح إن شاء الله. فأول حاجة غادي ندخلوا لجوجل، فكنجيو لمحرك البحث ديالنا هنا في جوجل إن شاء الله. فكنجيو لمحرك البحث ديالنا هنا في جوجل كما كتشوفوا في هاد العبارة هادي، كنكتبو مايكروسوفت، فكنكتبو هنا اعتذر الاخوان، فكنكتبو هنا في جوجل كنكتبو مايكروسوفت ازور، نضغط على اوكي. من بعد الاخوان غادي يدخل لهاد الواجهة هادي. فاول موقع غادي ندخلو ليه، فغادي يدخلنا لهاد الواجهة هادي كما كتشوف. هادي هي الواجهة ديال الموقع ديالنا. غادي نصبر بما يتم التحميل. غادي نجيو لهاد كونيكشن هادي كما كتشوفوا معايا. فغادي نجيو لهاد كونيكشن هادي، نبركو عليها. فمن بعد هادي خطينا الواجهة هادي اللي فيها الإيميلات ديالنا. المهم اللي عنده، بالنسبة للناس اللي عندهم الإيميل بعد الامتداد هذا @stalin.ma يعني ديال المسار، فيدخلوه فما يعطيهم لا بطاقة بنكية يدخلوها لا والو، يعني يخدم لهم في 6 عادي. وبالنسبة للناس اللي ما عندهمش قاع الإيميلات في الأوتلوك ولا الهوت ميل ولا، فغادي نختاروا أن أتيليزي نوت كونت أنايا كما كتشوفوا. هنبركو عليها، غادي نصبرو شوية بما يتم التحميل. هنديرو على كري أن اون اون انا نديرو نكريو واحد الكونت واحد اخر. من بعد الاخوان غادي نكتبو، غادي نجيو لهاد اللعبة هادي. فكما قلت لكم غادي نجيو هنا انا فمن بعد غادي نبركو عليها، غادي نكتبو، غادي نختارو هنا الامتداد ديال الايماي ديالنا اللي بغينا. في حالة نختار هوتماي انا، غادي نديرو مثلا اي هوتماي كيف ما كان نوعه. فعطينا بدلنا غلط، نختارو اي ايماي متاح. في حالتي سأختار 18 مثلا، نضغط على سويفو. بعدها نختار هنا الموضة، بس نختار من بعد اخونا غادي ديرو اكسبت لهاد الخيارات كاملة، نضغط على هاد الخيار هذا. من بعد غادي نختار هنا CGR GU GREG AL AGREG OJ. بعد هادي دخلنا لهاد الواجهة هادي، يعني بالواجهة عادية جدا. من بعد هادي نجيو لهاد البورتال هادي، بعد كما كتشوفو اخوان هادي نجيو لهاد البورتال هادي، نبركو عليها. وغادي يقوم، غادي يدخلنا ان شاء الله لهاد الواجهة اللي كتبان امامكم، واجهة رسومية كما كتشوفو. ننتظر بما يتم التحميل ديالو.
لكن ما كتلاحظوا راه دخلنا لهاد الواجهة هادي، غادي يجيو على 3 نقيطات هادو اللي هنا في هاد الفوق. المهم الإخوان غادي يجيو لهاد الواجهة هادي، هاد الواجهة هادي فكما قلت لكم الاخوان غادي نجيو على 3 نقيطات هادو، غادي نبركو عليهم هاكا، غادي نديرو كريا ان ريسورس، فمن بعد غادي ننتظرو بما يتم الدخول ديالنا للواجهة، فقط عليكم بالانتظار. فكما قلت لكم هاد الـ RDP هذا صالح للناس اللي عندهم يعني انترنت ضعيفة وعندهم مشكل في الحاسوب ديالهم مع كثرة الخدمة او فيتم اغلاق ديالو ولا كتبلونط لهم الحاسوب. المهم انا غادي نكتبو مايكروسوفت، نكتبو ويندوز 10، نكتبو ويندوز 10، غادي يخرج لينا كليكو على مايكروسوفت ويندوز 10، من بعد ننتظر بما يدخلنا للواجهة. فمن بعد انا غادي اعطينا هاد لا فيرسيون هادي، غادي نديرو كريي، غادي نديرو ديماري جراتويتمون، فيدخلنا لواحد الموقع واحد اخر ان شاء الله اللي غادي نفيريفيو بالكونتور ديالنا، غنديرو هاد الصدارة هادي. فكما كتلاحظو الموقع عطانا 12 شهر للاستعمال هاد ال RDP هذا. فمن بعد الاخوان هادي عطينا هاد الواجهة هادي، غادي نصبرو بما يتم التحميل ديالها. عندنا الاخوان هادي عطينا هنا نختار الدولة ديالنا، حالة المغرب، نختار الاسم نيوينا، من بعد غادي نعمرو المعلومات كاملين كما كتلاحظوا معايا، بعد نكليكو على نيكست، بعد غادي يعطينا باش نقومو بالعمل ديال هذا باش يرسل لنا ميساج ديال الفيريفيكيشن، نضغط على تكست مي وستصلنا رسالة التفعيل من الهاتف على النمر اللي عطيناه، فغادي نقومو حنا بالإدخال ديالها. نضغط على فيريفي كود، بعد غادي يتم الفيريفيكيشن ديال الكود ديالنا. فليخوان سمح لي الفيديو الى يكون طويل، هذا رجع لاني باغي نشرح بعض الامور ونطرح بزاف ديال المسائل، حيت كاينين الناس اللي غادي يقولوا لي بلي راه ما خدمناش لا كذا لا، فانا ان شاء الله غادي نوريكم كلشي دابا بالدليل باش تفهموا ان شاء الله. المهم من بعد اعطينا هاد الايدونتيتي فيريفيكيشن باي كارد، يعني غادي نفيريفيو بالكارت بونكار ديالنا. ففي هاد اللحظة هادي غادي خصنا ماستر كارد، يعني ماستر كارد او فيزا كارد او غيرها باش نقوم بالتفعيل ديال هاد الكونت هذا. يعني تقدروا تدخلوا هنا اي كونت او حساب بنكي عبارة عن ماستر كارد او فيزا كارد، واخا تكون الكارت يعني خاوية، فهمتي، يعني واخا تكون خاوية يعني ندخلها باش تفيريفيها. ممكن ندخل المعلومات ديالنا هنا كاملة ديال الكارت، وغادي نرجع لكم ان شاء الله. الحساب اللي استعملته يا اخوان انا فهو حساب ديال وفا بنكي ديال كود 30. المهم من بعد يا اخوان غادي ندخلو معلومات، ندخلو معلومات ديالنا نتفيريفيو، نديرو نوافقو على الشروط، نديرو ساين اب،
غادي ننتظر بما يتم عملية التسجيل. هنا أنا كنعتذر على طول الفيديو، هذا راجع إلى أني سمتو إلى أني بغى نشرح لكم داكشي يكون مفصل، وغادي نصبرو بما يتم التحميل ديالو. المهم من بعد الاخوان غادي ننزل لتحت، فانا غادي ندخل اي اسم كما كان. في حالتي صار الاسم هذا، بعد انا ضغط على صمي، بعد غادي ننزل لتحت، غادي نختار من هنا، نختار اي خيار من هادو. في حالتي نختار انا اختيارات معكم، نختار اي خيار في هذا الاخوان. من بعد ندير واتساب ماي، هادي بعديها غادي ننتظر بما يتم يعطينا الفيريفيكيشن. المهم الاخوان من بعد ما كتسالي هذه المرحله هذه، كتجي ولاد كيعطينا هذا الخانه هذه، يعني ثانك يو فور ريجستري. المهم من بعد ما عطينا هذا الخيار هذا، فغادي نجيو نطلعوا لفوق هنايا، غادي نجيو لهاد او تو بورتال، غادي نسينو بما يتم التحميل ديالو. فالاخوان انا غادي نوريكم كلشي بالدليل ان شاء الله. المهم من بعد الاخوان غادي نجيو عاوتاني نديرو كري ان ريسورس هنا، غادي نديرو نفس الخطوات اللي درنا قبل، بعد غادي نصبرو شوية بما يتم التحميل ديال الموقع. غادي نختار من هنا ويندوز 10، مايكروسوفت ويندوز 10. من بعد غادي يعطينا الفيرسيون كما كتشوفو معانا، الفيرسيون هنا كنختار الفيرسيون اللي كتختار الفيرسيون اللي بغيتي. بحال هسا غادي نختار نخليها على خيار 1809. المهم من بعد الاخوان غادي يعطينا هاد الواجهة هادي، غادي نكريك نديرو كري انفو هنا، نبركو على كري انفو هنا، تخرج لنا هاد الواجهة، نكتبو هنا اي اسم كيف ما كان، النوع ديالو سواء اي اسم كيما كان. مثلا من بعد غادي نكريو النوم دو ماشين دو فيرتوال، نديرو اي اسم تاعنا، من هنا غادي نختارو هاد يوزا است، من بعد لي خونا غادي نجيو لها شونجي لاطاي،
باش نختاروا المميزات ديال الادبي ديالنا اللي باش غادي يخدم. فكما كتلاحظوا فغادي ففهاد الخيار هذا الاخوان غادي نشوفوا الثمن ديال الار دي بي ديالنا. فكما قلت لكم انا فهاد سميتو خاصو ما يفوتش 200 دولار، حيت الموقع عطانا 200 دولار مجانية لاستعمال اي ار دي بي، يعني باقل من داك السعر ولا ب 200 دولار. فلاحظوا انا اي سعر يعني اقل من 200 دولار غادي نشوفوا انا المواصفات. كما كتلاحظوا ان المواصفات عندنا الرام، عندنا البروسيسور، يعني شحال من نواة باش خدام البروسيسور ديالنا. المهم الاخوان انا غادي نكلي على كو موان اسمي باش يعطينا الترتيب ديال لي بخي. انا مني من الاثار الاكبر اللي شويه لتحت بما نلقاو، فانا في السعر اقل من 200 دولار، يعني كما كتلاحظوا انا غادي نختار شحال من رام بغينا وشحال من نواة بغينا. فانا غادي نختار 16 جيجا في الرام و40 نواة، غادي نبحث هنا. فكما كتلاحظوا انا غادي نختار الحالة ديالي هذا، 16 جيجا في الرام و4 جيجا في النواة. غنختارو سيليكسيوني. من بعد الإخوان في هذه المرحلة هذه، فالإخوان هذه المرحلة هذه أي معلومة سجلناها، يعني خاص ديرو أجندة ولا شي ورقة فاش غتقيدو هذه المعلومات هذه، حيت بيها باش غندخلو للأرتيب ديالنا. فكنكتبو هنا أي معلومة، هنا مثلا سأختار فالكود يجب أن يكون يعني أرقام وحروف أكون أكبر أكثر من 12، أكثر من 12 شيف. المهم من بعد ما ندخل المعلومات ديالنا كما قلت لكم، من بعد غادي نجيو لعند ار تي بي هذه، غادي نديرو علامة على جميع الخيارات 4، من بعد نديرو تسويفو هادي. من بعد تسويفو فنتبع سويفو 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 حتى المرحلة الأخيرة. فأيضا نديرو سويفو، أيضا نديرو سويفو. أيضا غادي ندير سويفو هنا سويفو. وفي هذه المرحلة خاص يخرج لنا واحد، فلاحظوا معايا فهاد فوق هذا، وخاص يخرج لنا ديك باسد يعني ني تم القبول ديالو في هاد البلاصة هادي، وخاص يخرج لنا بلي باسد. ننتظر ريتم يتم الفيريفيكيشن والفاليداسيون. كما قلت لكم فنختار شي مواصفات اللي تكون اقل من 200 دولار، حيت 200 دولار اللي كيعطينا. المهم من بعد غادي يعطينا فاليداسيون غيسي، من بعد غادي نكليكو انا على هذا كري. المهم الاخوان غادي ننتظروا بما يتم التحميل ديال الار دي بي ديالنا.
كما كتلاحظوا هنا معايا في هاد الإشارات هادو، فكيعطيلي ديبلويمون اونكور، يعني يتم تحميل ديال الار دي بي ديالنا، فما علينا الا نصبره بضع دقائق بما يتم التحميل ديالو. كما كتلاحظوا معنا عطانا هاد العلامة بالخضر، خاص يعطينا علامة مزيد أخرى. انتظر بضع دقائق، فقط دقيقة أو دقيقتين، من بعد يا أخوان غادي يجيو لهذا ماشين فيرتيال. كما كتلاحظوا معنا غادي نجيو هنا، كليكيو هنا، من بعد غادي نجيو لهذا الماشين فيرتيال. من بعد غادي نبركو عليها ماشين فيرتيال، من بعد غادي ننتظرو بضع دقائق فقط. فكما كتلاحظو يعطينا داك الاسم اللي اختارينا هنا ال RDP، فغادي نبركو عليه. فكما قلت لكم هاد ال RDP هذا في صلاحية العظم، يعني ممكن تانستالي فيه هاد البروغرام، ممكن ديرو فيه المونتاج، ممكن تسجل فيه دي فيديو، ممكن يعني بصلاحية العظم كما انت خدام بالبيسي ديالك دابا. المهم باش ندخلو ال RDP هذا، فما علينا الا نضغطو على هاد الكونيكتي هادي، نضغطو على هاد RDP. غادي ندير التيليشارج اللي في شي ار دي بي باش تيشارج لنا ال ار دي بي. كما كتلاحظوا معنا راه تيشارج لنا، فكنحيدو هاد الواجهة هادي. فغادي نجيو للملف ديالنا، فهو هذا. فانا في هاد المرحلة هادي غادي ندخل المعلومات ديال ال ار دي بي ديالنا باش يتم الدخول اليه. كما قلت لكم انا غادي نوريكم بالدليل السرعه ديال الانترنت، نوريكم بلي كيتانستالو دي بروغرام وبلي فعال وخدام ناضي. وبالنسبه للناس اللي تعذر عليهم باش زعما باش اني باش يديروا هاد ال RDP هذا، فانا غادي فانا ان شاء الله غادي سميتو غادي فحطوا لي في الكومنتير باش حطوا لي في الكومنتير باش نتواصل معكم، ونحاول ندير ال RDP ونعطي الاخوان اللي تعذر عليهم يديروا ال RDP هذا. فكما قلت لكم الاخوان غادي تدخلوا هنا اليوزر نيم اللي تسجلنا به، في حالتي غادي ندير اليوزر نيم اللي دخلت به. المهم من بعد ندخلوا المود باس، بعد نضغط على اوكي. وكما كتلاحظوا غادي يدخلنا دابا ال RDP ديالنا، عطانا هاد الواجهة هادي عندي ردونت اسك. وكما قلت لكم الناس اللي تعذر عليهم باش يديروا هاد ال RDP هذا، فحطوا عليا في التعليقات، وانا ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم دي RDP ونتواصل معكم، باش نقدر زعما نعطيكم هاد ال RDP هذا. فاحنا نبغينا كلشي يستفاد ان شاء الله. وكما قلت لكم راه دخلوا لي اي كارت بونكير كما كانت، يعني واخا تكون وهمية وغيرها او يعني غير مشحونة، فعادي هذه يقبلها الموقع. فاصلا الموقع كيعطيكم 200 دولار، يعني 200 دولار لمدة شهر باش تخدموا في الاي دي بي بكل اريحية. فاي عطينا هاد الواجهة هادي غنديرو اي اكسبت، بعدها غادي يعطينا هاد الواجهة هادي نديرو يس، استخدمنا الانترنت. من بعد غادي نجيو لهاد المتصفح، مثلا غادي نتيشارجيو بالكروم او اللي غادي نجربو سبيد تيست، غنجربو التيست ديال الانترنت ديالنا. وكما قلت لكم الاخوان راه انترنت خيالي فهاد ال RDP هادي، وغادي تنفعكم بزاف. ندخل الموقع، عطينا سبيد هناك، فكما كتلاحظو معانا لاحظوا معي سرعة الانترنت تصل الى 2.5 جيجا، 2 على حسب السرعة ديال RDP او السيرفر. كما كتلاحظوا معنا كتوصل الى 3 جيجا انترنت، جيجا بايت في الثانية الاخوان، راه شي حاجة طوب.
كم قلت لحد 2.8 جيجا بايت في الثانية، يعني راه شي حاجة لا توصف الخوت. المهم غادي ندخل مثلا تيشارجيو جوجل كروم، نضغط على كروم، ندخلو على جوجل كروم هنا، بعد ندير تيشارجي سيف، ندير على هاد الرون كي باش نقوم بتثبيت هاد جوجل كروم هذا، باش نوريكم بلي راه كلكم تثبتوا برنامج كيما كتشوفوا معايا الاخوان، راه كيقوم بتثبيت ديال البرنامج ديالنا. هو تم تسميه ديالو الانكي ديال الانستالاسيون. الاخوان انا راه ما كان في هذه القناه هذه، يعني كان نعطيكم شي حاجه يعني كاينه، يعني ما يمكنش يعني نعطيكم شي حاجه كده ولا، يعني الاخوان اللي تعطر عليهم ماشي مشكله، حطوا لي المشكل ديالهم في التعليقات، انا غادي نجاوبكم ان شاء الله. المهم غادي ننتظر بما يتم التثبيت ديال جوجل كروم، فكما كتلاحظوا تم التثبيت ديالو. فمثلا بغيت نشيل واحد النقطة مهمة، يعني مني زفوت ديرو يعني صافي ساليتو من هاد الـ RTP ديالكم وكدا، يعني ما غاديش نجيو غادي نديرو فيرمي هنا وكدا، لا غادي نجيو لهاد اللعبة هادي وكتلاحظوا، غادي نجيو لهاد اللعبة هادو هادي اللي هنا، غادي نبركو عليها وغادي يتم يعني نحيدو. او في حالة مثلا خدام شي خدمة مثلا طلق لي شي نافيغاتور خدام ولا شي حاجة، وبغيت ولا شي مونتاج خليت شي فيديو كيت منطفي، فالخدمة ديالكم هتبقى هنا، وغادي في هاد الحالة هادي الا خليتو المونتاج ولا شي حاجة مثلا بالليل ولا بغيتو تلقاوها الصباح راه سالت، فغادي نجيو للويندوز ديالنا وغادي نديرو داك ايفرنايت بهاد الطريقة هادي، ولا ميت اون في برولونجي، وغادي يتم الحفاظ على الخدمة. في الصباح ان شاء الله غادي نلقاو داك المونتاج باللي راه سالا في الخدمة ديالو. اذا هادشي اللي بغيت نقول لكم في هاد الفيديو هادي، نتمنى يكون الفيديو عجبكم، الى عجبكم ما تنساوش وما تبخلوش تضغطوا على زر لايك وزر سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، والضغط على مشاركة وبارطاجي مع الاصدقاء ديالكم، باش كاملين ان شاء الله يستافدوا معنا في هاد الفيديو هادي. وكما قلت لكم نتمنى يعجبكم لا فيديو. شكرا على حسن الإصغاء ديالكم، وفي حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله وإلى اللقاء.